كديري لاباس عليكم بخير اش كتعاودوا كديري مع الصحه نتمنى تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم واحد الفيديو اللي انا دايراه بكل حب فرحانه حيت دايراه علاش حيت فيه معلومات مفيده بزاف بزاف وغادي تفيدكم نتوما بزاف خصوصا الناس اللي جات فيهم قرعه. قبل ما ندخل في الموضوع ديال الفيديو اول حاجه بغيت نهنئ ونبارك كاع الناس بنات ولاد اللي جاتهم القرعة الأمريكية ألف 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 مبروك. صراحة تعطاتكم فرصة جديدة في الحياة فرصة اللي مختلفة وهاد الإكسبرينس غدوزوها زوينة بزاف وكنتمنى أنكم استغلوا هاد الفرصة أحسن وأفضل استغلال ومبروك عليكم مرة أخرى. بالنسبة للناس اللي كيدفعوا أول عام ولا شحال من عام هما كيدفعوا وللأسف ما حالفهمش الحظ بغيت نقول لكم أنكم ما تيأسوش كل عام بقاو تدفعوا وإن شاء الله يكون خير وخاصكم تعرفوا هي فقط حظ حظ. عرفتوا شنو هو الحظ؟ القرعة الأمريكية دايرينها حظ ما دايرينهاش على شي معايير خاص يكون عندك الماستر ولا الدكتورة ولا مهم ممكن يكون عندك غلبك وغادي تشد القرعة إن شاء الله. حاجة أخرى بغيت نقولها الناس اللي كيدفعوا هما ما عندهمش الباك بليز بليز ما تضيعوش فرصة على إنسان خور محتاجها وقاري وعنده الباك وعنده فوق الباك. من الشروط الأساسية القرعة الأمريكية هو يكون عندك البكالوريا فحاولوا سيروا ديروا باك حر شدوا الباك ديالكم عاد دفعوا والله يسر لكم كاملين. اول حاجه فاش كتعرف انك تهزيتي في القرعه الامريكيه كتعمر واحد الفورم كتحمل المعلومات كتشوف واحد ضمنك وكيكون في امريكا وخاصو يعطيك العنوان ديالو باش غادي تجيك الجرين كارد من وراء شهر بالضبط فاش كتمشي لميريكان. نتمنى انكم تكونوا لقيتوا شي حد يضمنكم وراه كاينين جروبات فيسبوك كاينين الناس اللي ما كتعرفوهم ما كيعرفوكم وكيبغيو يساعدوا ممكن نخلي لكم بعض الاسماء ديال هاد الجروبات حيت كنشوف بزاف الناس كيسولوني فين ممكن نلقى شي واحد يضمنني فغادي نخلي لكم بعض الناس سوري غنخلي لكم بعض الجروبات فيهم الناس من الجاليه الامريكيه مغاربه بطبيعه الحال كيبغيو يعاونوا اتس اوكي. انا غادي ندوي معاكم فواحد النقطه بالضبط اللي فاش عرفتوا راسكم انكم تهزيتوا في القرعه ديال الميريكان وعمرتوا الفورم وحطيتوا اللي غادي يضمنكم وكل شيء صافي غادي تسناو فقط انكم تمشيو ودوزوا الانترفيو باش تاخذوا الفيزا ديالكم. عندكم تقريبا واحد المده اللي لا باس بها المده خاصكم تستغلوها مزيان في جوج الحوايج. الحاجه الاولى هي خاصكم تخدموا خدموا في المغرب في اللي كان إذا كنت نتوما ديجا خدامين وعندكم وجات فيكم القرعه مزيان كملوا على خدمتكم وياكم تحبسوا. وثاني حاجه الا ما كنتوش خدامين حاولوا تقلبوا على اي خدمه. اول حاجه علاش؟ حيت غادي تحتاجوها في الانترفيو غيسولوكم اشنو كديروا نتوما حاليا فغادي تحتاجوها. ثاني حاجه على قبل الفلوس واللي هي اهم حاجه ضروري ما خاص يكون عندك الفلوس ضروري من غير الوراق اللي غادي تحتاج فاش تدفع خاصك تخلص مصاريف الفيزا اللي هي كيكونوا فلوس ما لا يستهان بها كيكون حتى المصاريف اللي غادي تجي الميريكان بما لقيتي خدمه وتانستاليتي وبزاف الحوايج. حاجه واحده اللي غادي نقول لكم علاش بغيتكم تخدموا ما بغيتكمش انكم تعولوا على داك الانسان اللي غادي يستقبلكم 100% ممكن ما يفيش بالوعد ديالو ممكن تجلسوا عنده مده قليله وهذا لا كان عندكم الزهر ما بغيتش نخلعكم وكتضطروا انكم تخرجوا. فمن الافضل ان على الاقل على الاقل ديو معكم واحد المبلغ اللي لا باس به حاولوا تسلفوا حاولوا خدموا تسلفوا ديروا اللي يعني اللي في جهدكم باش تجيو لامريكا وانتوما مستعدين بما لقيتوا الخدمه. وثاني حاجه اللي مهمه بزاف وما تضيعوش هاد الفرصه باش الف فوا تجيو تخدموا وتخدموا واحد الخدمه اللي زويونه هي اللغه. وخا نتوما في المغرب كنت تقراو اللغه حاولوا تقراو ماشي بالضروره تمشيو للمدارس فقط غا سيريات الافلام هكا كاين قصص شريو قصص حاولوا تدويو بها ما تحشموش دويو بزاف وتعلموا ضروري 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 ما تعلموا اللغه وخا غير البيسك غا هذاك باش تمشيو راسكم وصافي ما تجيوش ما عارفين حتى شي كلمه لا
قراو شويه عرفوا، خصوصا الا عرفتوا الولايه اللي نتوما غاديين ليها، حاولوا انكم تعرفوا بزاف البلايص، بزاف الحوايج على ديك الولايه وانتوما باقيين في المغرب. كونوا اكيدين وثقوا بيا، غادي تلخصوا بزاف المعاناه اللي ممكن تطيحوا فيها وانتوما جايين ما عارفين لا لغه، ما عارفين راسكم فين غاديين. هاد جوج الحوايج خاصكم ديروهم حلقه في ودنيكم، الخدمه واللغه ضروريين مهمين في المغرب. خاصكم باقي نتوما فاش الفيزا ديالكم في البروسيس، انكم خاصكم تخدموا وتعلموا اللغه. ثاني حاجه وهي هذيك الولايه اللي غادي تمشيو ليها، حاولوا هذاك اللي غادي يضمنكم يكون في ولايه اللي كبيره وفيها التران. علاش هاد؟ انا بغيت ناكد عليكم الولايات اللي فيهم التران، حيت فاش غادي تجيو ما غاديش يكون عندكم اكيد طوموبيل، وممكن الى جبتوا فلوس كثر ممكن تشريو طوموبيلات بثمن رخيص. هذا غادي يختزل لكم بزاف الحوايج. علاش كنقول لكم خدمه؟ اما لكنتي جايب واحد البادجيت اللي صغيره، فحاولوا انكم تمشيو للولايات اللي فيهم تران باش ايزي انكم تسهل عليكم الامور تمشيو للخدمه وترجعوا. كيسهل عليكم. من بين هاد الولايات كاينه نيويورك، بوسطن كيمشيو لها بزاف، ولكن بوسطن غاليه. حاولوا انكم اذا مشيتوا لهاد الولايات ما تبقاوش فيهم مده طويله، غتوقفوا على رجليكم وسيروا الولايات اللي ممكن ان رخيصه وتبني فيها حياتك ودير بزاف الحوايج. مهم هادو بعض الولايات غنكتبهم لكم هنايا اللي ممكن انكم تمشيو ليهم، ولكن خاصكم تقلبوا على اللي يضمنكم فيهم. سيدي يا لالا، شديتي الفيزا ديالك، كنتي خدمتي، ديتي معك شي مصاريف، تعلمتي شويه اللغه، شديتي الطياره ومشيتي للولايه. الولايه غنديرو مثلا نيويورك. اوكي مشينا سيدي نيويورك، صادفك هذاك اللي ضمناك، الله يسهل عليه. حاول النهار اللي غادي توصل لارتاح فيه كلشي، اكيد غتكون ضيخ. الغد اللي خاصك تخرج، خاصك تخرج وتمشي وتعرف التران فين كيمشي وفين كيجي، وتعرف الخدامي، تعرف الخدامي وتقلب على الخدامي، ما تقولش لا بلاتي ولا هادي. عرف. والنصيحه القيمه اللي غادي نقول لكم هي وياكم ثم وياكم ثم وياكم تخدموا مع العرب، ماشي حيت خايبين ولا لا، نتوما جايين واحد الدوله الاجنبيه، حاولوا انكم تافويديو تخدموا مع العرب اللي كيدويو باللغه ديالكم، مو مع الناس اللي كيدويو بلغه اجنبيه باش تعلموها وباش تندمجوا بواحد السرعه في المجتمع الامريكي. بزاف الناس وكنعرفهم شخصيا اللي جاوا خدموا مع العرب، وقسموا لكم يمينا هما سنوات في هاد البلاد وما كيعرفوش ينطقوا كلمه، وصافي وكيعكزوا وكتكون تماره بزاف. فحاولوا انكم واخا تعذبوا لقاو خدمه، مثلا انا نقول لكم خدامي اللي غادي تلقاو، وكيكون يعني خدامي مع كور، ومن بعد غتوقفوا على رجليكم راكم غادي تبدلوا خدامي الاحسن. وافضل حاجه هو الانسان يقرا. اول خدامي كاين دينكن دونالد، كاين ماكدونالد، كاين سابوي، هادو كلهم ماكدونالد راكم عارفين بحال ستايل ديال ماكدونالد، الفاست فود. كاينين اوطيلات، اوطيلات اش كيكونوا فيهم؟ كيكونوا فيهم هاوس مان. الهاوس مان اش كيدير؟ كيهز الحوايج واللاينن، كيهز زعما ليزور وداكشي وكيهبطهم لوندري. المهم كيهز طاش بزاف الحوايج. كاين انا كتخدم في لوندري، يعني كتكليني في لوطيل، بزاف الخدامي اللي ما كيحتاجوش اللغه، ممكن يحتاجوا هذيك البيسك اللي كنت قلت لكم خاصكم ضروري تعرفوها. خدامي راه موجودين في امريكا، ما غاديش تلقاو فيهم نهائيا المشكل. فين غادي تلقاو في هاد الخدامي؟ ممكن انكم تقلبوا عليهم ووكين، يعني تمشاو وتمشيو تسولوا في اللوطيل واش خاصكم خدامه، واش خاصكم هاوسمان، واش خاصكم لوندري اتندنت، واش خاصكم هادي، واش خاص. وهما غيعطيوك ديك الساعه الا كانوا خاصينهم الناس، غيعطيوك واحد الابليكيشن كتكون فيري ايزي، ساهله في التعمار، سميتك كنيتك داكشي ساهل. او كاينين ويب سايتات اللي غادي نخلي لكم هنايا، مثلا انديد، وانا عن نفسي كنستعمل انديد في الخدامي فاش كنبغي نخدم. كتدخلوا ليها كتكتبوا هاوس مان، انا غادي نكتب لكم حتى كي كتكتب، وغادي يطلع لكم لوندري اتندنت،
مهم كاشير في اولا كتصايب القهوه دانكن دونز. هاد خدامين ساهلين والخلاص ديالهم لا باس به، يعني غير باش توقف كبدايه توقف على رجليك، خصوصا الا كنتي يعني جاي سينجل، ماشي جاي نتا ومرتك ولا ولادك. حاولوا انكم كما قلت لكم نهار ثاني تخرجوا تشوفوا الترين، تعرفوا فين كيمشي فين كيجي. بزاف الحوايج حاولوا تبداو تقلبوا على خدمه، انفوا ان شاء الله تلقاو خدمه. حاولوا انكم ما تبقاوش جالسين على داك الشخص اللي استقبلكم. هادي لا جرى عليكم قبل لا لا كنتمنى انه ما يوقعش حتى واحد هذا الشيء، ولكن كاين الناس اللي كيوقع لهم ساكن هذا الشيء. اتس اوكي، يعني كيوقفوا عاوتاني على رجليهم كيبقى داك الشيء غتعاود. فحاولوا انكم تلقاو الكرة، الكرة غادي يكون اكيد مع روميت. علاش؟ حيت الولايات الكبار غاليين بزاف بزاف. وعلاش كنقول لكم بليز بليز ما تستحلاوهاش، بليز غتوقفوا على رجليكم، تجمعوا واحد السيف اللي لا باس به، تعرفوا تعلموا شويه اللغه، موف تحولوا. كاينين فريمون ولايات اللي زوينين وكيستحقوا ان الانسان يمشي ليهم ويبدا منهم. علاش؟ باش تقراو، خاصكم تقراو هاد البلاد ديال القرايه، خاصكم تقراو تحسنوا من راسكم وتشدوا شي ديبلوم باش تخدموا به وتحسنوا الوضعيه ديالكم. فحاولوا تقلبوا على الكرا، الكرا كاينين ويب سايتات نخليهم لكم هنايا فين تقلبوا على الكرا، وممكن تسولوا ناس تما كاين، راه غادي تلقاو العرب غادي تلقاو مغاربه، خصوصا في الولايات الكبار موجودين بزاف، يقدوا يوريكم كاينين الناس. انا شخصيا هاد الجروبات اللي نخلي لكم بزاف الناس كيقولوا عافاكم اللي زعما محتاج روميت في هاد الابارتمنت ولا هادي، كي يعني كتكري واحد البيت مع داك الشخص صافي. الفراش هنا راه رخيص غتاخدو غا قديم، غتفرج غتفرج وغادي تانستالا مع راسك وغادي تخدم. حاولوا ماكسيموم ما تفوتوش في ديك الولايه عامين، حاولوا انكم ما تفوتوش فيها عامين حيت الكرا غالي وخاصكم ضروري تقراو. كنصيحه هاد البلاد نتوما جايين ليها يعني ديجا قاريين في المغرب، شادي الباك وكاين اللي عنده اكثر من الباك، خاصو يقرا وخاصو يندمج مع المجتمع الامريكي ويشد شي ديبلوم اللي زوين. فشويه صعيب، ما كنقولش مستحيل، ولكن شويه صعيب في ولايات كبار، خصوصا الا كنتي باغي تاخد دارك اولا باغي تجوج، ولا صعيب اصلا تشري دار في نيويورك ولا بوسطن، راه ولاو بلي مليون ديال الدولار. فحاولوا انكم موف، امريكان تبارك الله راه فيها 50 ولايه، كل ولايه ولايه وكل ولايه فيها فرص عمل كثيره بزاف. كنتمنى انني نكون دويت على الاسئله اللي ممكن تدور لكم في راسكم، الولايات والخدامي ويعني والنصائح اللي تبغيو. الا كنت نسيت شي حاجه خليوها ليا فقط في التعليقات، وان شاء الله ضروري غاجي فيديو جديد نشرح لكم اكثر ونجاوب حتى على الاسئله ديالكم. وقبل ما نسالي لا فيديو نبغي نقول لكم بلي راه عندي قناه ثانيه، وكنفضل ان القناه الثانيه هي اللي نولي ندير فيها هذا النوع ديال الفيديوهات اللي كتعاون يعني المهاجرين الجدد لامريكا، وبزاف المعلومات اللي غادي تفيدكم. فغادي نخليها لكم في اول تعليق، عفاكم دخلوا واشتركوا في القناه ووركوا على الجرس باش ان شاء الله الفيديو الثاني غيكون في ديك القناه ماشي في هذه القناه، حيت القناه غادي ديال الفلوغات والضحك والنشاط. هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي.